اساسي اساسي يعني. العيال كبرت ومدرسه المشاغبين والحياه اللي هي ورايا وسكينه انا لغايه كنت مثلا لغايه مسرح مصر وانا ما بسيبش التلفزيون يعني. الميعاد الساعه 8 يوم الجمعه انا قاعد قدام التلفزيون. طيب احنا حلقتنا خلصت يا عماد. تسلم يا دكتور. وكنا سعداء بيك. بس اول ما قبل ما نبدا نختم حلقتنا انت حضرتك بتاخد الاوتوجراف تكتب فيه كلمه للبرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي الاوتوجراف معاك واكتب براحتك. وبعد كده هتسمع الناس الساده المشاهدين انت كتبت ايه. تمام. هو الصفحه مفتوحه على تكتب هنا؟ اه. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع بقى السادة المشاهدين انت كتبت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خالص الشكر والتقدير للكابتن والدكتور مصطفى عبده على حسن الاستضافة في واحد من انجح البرامج الرياضية والانسانية. شكرا عماد النحاس. عمدة متشكرين يا عمدة على انك شرفتنا في البرنامج واحنا اذا كنا بنقدم جزء بسيط قوي لتاريخك اللي انت عملته على مستوى الكرة المصرية سواء بدأت من مغاغة للمنيا أسوان. أنا كنت بقول أسوان ما عرفش إيه اللي حصل لي. فأنت على نادي الإسماعيلي ومن الإسماعيلي على النصر وبعدين الأهلي وختمت في الأهلي ودلوقتي أقدر أقول إن أنت دخلت عالم جديد هو عالم التدريب. بداية كويسة ليك أوي في عالم التدريب. ربنا يوفقك إن شاء الله وتكمل كده ونشوفك مدير فني قد الدنيا. الله يكرمك يا دكتور. انا سعيد بحضرتك جدا وبشكر حضرتك ومهما قلت انا ليا الشرف والفخر ان اكون موجود مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك يا عم. ربنا يخليك يا عم. كده حلقتنا خلصت على امل لقاء وحلقات اخرى من المجري. اصبحوا على خير.